سبحانه وتعالى لشفاني، وكنشكر صاحب الجلاله الملك محمد السادس وعاشر المغرب، وكنشكر السلطات المحليه، وكنشكر السيد العامل اقليم بوجدور، وكنشكر الطاقم الطبي بالممرضين بالاطباء بالمدير المستشفى بالمندوب الصحه، تعاملوا معنا معامله مزيانه، تهلاو فينا بالماكله ديالنا بالشراب ديالنا. وكنوجه الرساله للمغاربه يديروا الحجر الصحي ويتعاملوا مع السلطات، الله يجازيهم بخير. راه حنا بحال اللي حيينا جداد، راه دازت علينا واحد المحنه، لا اله الا الله محمد رسول الله، وهذا الشيء راه ما بغيناش الساكنه. الله يجازيكم بخير، تعاونوا مع السلطات. وكنشكر الناس ديال بوجدور كامل اللي كيتصلوا بيا وكيدعوا معايا ومع خوتي كيساندوني، الله يجازيهم بخير. وكنشكر كامل السلطات المحليه والمجلس الاقليمي وجمعيه العبوبات، وشكرا. يلا بس.